اوكي طلاب، نبلش ان شاء الله محاضرتنا الاولى بالراي الحقلي. انا من عندي سويت ميوت للكل، اتمنى اللي ما صار عنده ميوت يلغي الميكروفون مالته حتى ما يصير يعني تداخل بالصوت. بالنسبه للماده راح نمشي بها، احنا اخر شيء قبل تصير هاي الظروف وصلنا نهايه الفصل التاسع. اكو حضور، حتى حلينا قسم من الاسئله اللي تخص الاخر موضوع كان بي، خلينا نشوف الكتاب اللي كان على كفاءه الارواء للري بالرش. بس راح نرجع همنا نختار لنا، يعني راح تكون هم مراجعه للفصل ككل، وهم نختار لنا سؤالين تخص كل الجوانب التصميميه والحسابيه بهذا الفصل. وان شاء الله بعد هاي اول الثلث ساعه او نص ساعه من الشرح نرجع نتناقش بالاسئله. بس حتى تكون مراجعه سريعه بالنسبه للامور او اهم النقاط اللي موجوده او الجوانب التصميميه بالفصل التاسع. الفصل التاسع كلكم تعرفون انه هو اللي يخص اساسيات ري بالرش. عندنا عاملين رئيسيين، اول عامل انه كيف تختار الفواصل المناسبه بين المرشات، وبعدين الجانب الآخر أنه كيف نحسب المعايير التصميم اللي تخص الري بالرش مثل التناسق وكفاءة الري بالرش والكفاية. فبالنسبة للفواصل، الفواصل بين المرشات عندنا شرطين أساسيين. الشرط الأول طبعا هو كله بالترتيب الرباعي، احنا قلنا الترتيبات الأخرى كالترتيب الثلاثي بس مجرد طلقنا الموضوع كإيش للاطلاع. فعندنا أول شرط اللي هو S تربيع زائدا L تربيع أقل أو يساوي D تربيع. طبعا هو هذا الشرط، شرط رقم واحد. هذا الشرط أنه الباترن أو النمط مع ريب الرش هو نمط دائري، فحتى أضمن أنه ما يصير وأنا أسوي تداخل بين المرشات على امتداد أنابيب الرش أو على طول أنبوب الرش، حتى ما يصير عندي بقع جافة بين المرشات، خليني نقول هاي المخطط مال الأنابيب اللي عندي وهاي مواقع مال الرشاد، حتى ما تصير بقع جافة لازم أسوي تداخل، لازم أسوي تداخل بين المرشات هنا. فإذا فرضنا أنه هاي النمط مال توزيع المرشات الموجودة عندي، فتشوف هنا أكو تداخل إيش؟ تداخل بين المرشات على امتداد أو طول أنبوب الرش هنا على هالموبة. فالاس مثل ما شرحناها قبل اللي هي المسافة بين المرشات على امتداد انبوب الرش، والال اللي هي المسافة بين المرشات بين انبوبي الرش متجاورين، والدي هو قطر دائرة الابتلال. هاي هي الدي، هذا الشرط الاول. فالشرط الاول راح يكون ايش؟ يضمن عدم ظهور بقع جافة بين المرشات، أو هي واحدة من الفلسفة ري بالرش. الفلسفة الثانية أنه لازم ما يتجاوز عندي معدل الإرواء بالري بالرش قابلية التربة على الارتشاح، حتى ما يصير عندي رانوف.
يعني عادة الرن أوف يحدث بشكل قليل جدا بالري بالرش، ولكن بصورة عامة يكون غير مقبول. فالفلسفة الثانية أو الشكل الثاني أنه عندك أبليكيشن كويس مال مرش أقل أو يساوي الـ iBasic اللي هو معدل ارتشاح الأساسي. الأبليكيشن ريد شلون وجده؟ نوجده من التصريف مال مرش اللي هي الكيو مال SPK مقسومة على المساحة اللي يخدمها المرش الواحد اللي هي الـ SPR باعتبار توزيع رباعي، راح يكون أقل أو يساوي الـ iBasic. إذا نرجع نرتب هاي المعادلة نرتبها بصيغة ثانية باعتبار أن الـ S والـ M اللي هي إحنا الهدف أنه نوجد الفواصل، فراح يكون عندي الـ S في الـ R أكبر أو يساوي الـ Q مال SPK على إيش؟ على Application Rate. إذا هاي بالمتر تربيع، إذا كان الوحدات مال المسافة أو المسافات بين المرشات بالمتر، فالكيو اس بي كي عاده هي كيوبيك متر بير سكند. الابلكيشن ريت حتى ناخذها ملي متر بير اور، هاي نضربها في شقد في 1000. فعندي هذا الشرط الثاني، راح اخذ السلايدات حتى بعدين استفاد منها لاحقا. المساله الثانيه هي حساب اليوسي او حساب معامل تناسق الارواء، معامل تناسق الأرواع. قلنا هي اليونيفورميتي هي بصورة عامة أي منظومة مارية كانت، هي تعتبر واحدة من أهم معايير تصميم المنظومة. فبالنسبة للقانون مال الصميشن مال الأبسوليت فاليو مال R ماينس R بار العفو إكس هاي خلينا نمسحها إذا نأخذها كإكس راح يكون الصميشن مال X ناخذها على الصميشن مال R. X هنا شو يعتبر عندنا؟ يعتبر عندنا هنا الانحرافات عن انحرافات القراءات عن المعادل العام، وال R هي مجموع القراءات. وبعدين راح نجي على تفاصيل الحساب مالته. أو ممكن هذا القانون تاخذه بالصيغة التالية: واحد ناقصا X على R بار. هاي اثنيناتي مضروبة في 100%. هذا بالنسبة للقانون مال حساب اليوسي. الفقرة الثانية بعد حساب التناسق كان عندنا حساب كفاءة وكفاية الري بالرش. لو نجي على الكفاءة، طبعا هو الكفاءة بصورة عامة بأي منظومة من الري كانت هي المفيد على المعطى. الكفاءة يساوي المفيد على المعطى أو تساوي واحد ناقصا الضائعات على إيش؟ على المعطى. فعندي لو نجي على أول فقرة هي ما ضائعات، ضائعات الري بالرش. ضائعات الري بالرش هي مركبتين أساسيتين، عندك هاي المرش، هاي رأس المرش، وعندك هاي النمط مال الابتدال أو توزيغ أو النمط الرش دور مدار أو جعل جوانب المرش. فهنا بالنسبة للضائعات مال ري بالرش عندنا مركبتين أساسيتين. المركبة الأولى هي الضائعات اللي تنجرف مع التيارات الهوائية خارج المساحة المبلولة، يعني اللي تنجرف ويا التيارات الهوائية خارج المساحة المبلولة، أو إحنا نسميها على الضائعات الفواقد الردات بالرش. بعدين عندي المركبة الثانية مع الضائعات اللي هي تدخل إيش؟ يعني داخل اللي هي
أو إحنا نسميها مركبة الضائعات اللي ناتجة عن التخلل العميق. فعندي هنا داخل التربة الأعماق اللي راح تنزل هنا أو اللي ترتشح داخل التربة، طبعاً مو كلها يستفاد منها النبات، قسم من تعتمد على إيش؟ تعتمد على صافي عمق الري، تعتمد على صافي عمق الري. فأنا إذا عندي فرضاً عندي هنا صافي عمق الري اللي هو النت ديبث أوف إريجيشن، اللي هو النت ديبث أوف إريجيشن، فرضاً عندي خلينا نقول 80 مليم اللي هو هذا العمق. فعندي أي منطقة أي عمق تجاوز هذا الحد اللي هو هاي النقاط اللي موجودة هنا، هاي راح تعتبر إيش؟ راح تعتبر ضائعات تخلل عميقة. فإذا قدرنا نحسب النسب مال هذني مال فواقد الرذاذ وفواقد التخلل العميق، نقدر نحسب إيش؟ نقدر نحسب كفاءة الري بالرش. والمعطى هنا طبعاً المعطى سهل، المعطى هي كمية المياه الخارجة من المرش. أوكي، الطلاب دي يسألوني يقولون شوية الصوت، راح أحاول يعني أحكي بشكل بطيء. فعندنا هاي الفقرتين الأساسية بهذا الفصل. راح نجي هسه نحل سؤالين، راح نحل سؤالين تخص هاي الحسابات. طبعا هاي السؤال هذول السؤالين هذول السؤالين كل حليناهم بالشعوبة بس كان العدد قليل. نحاول نرجع لمرتلوخ وبعدين نرجع لإيش؟ نرجع إذا أكو استفسارات بخصوص هذا الفصل. خلي نشوف السؤال بالكتاب عندنا. هذا كنا موضوع كفاءة الري بالرش الحسابات مالته. هو هذا السؤال إذا كان سؤال تسعة تمرين 9-11، تمرين 9-11 المعطيات مال السؤال إذا كان قطر المساحة الدائرية المبلولة لمرشة 29 متر وتصريف المرش هو 3 متر تكعيب بالساعة ومعدل ارتشاح عندنا 10 مليمتر بير أور، المطلوب هي حساب الفواصل المرشات المناسبة في هذه الحالة. خلينا نأخذ المعطيات. المعطيات اوكي. عد المعطيات مال السؤال، عندي قطر المساحة الدائرية المبلولة هذا التمرين 9-11، عدد الدايمتر دي يساوي 29 متر، تصريف المرش الـ Q مال SPK 3 متر تكعيب الساعة، الـ I basic هو 10 مليمتر per hour. هاي المعلومات اللي احنا نحتاجها بايش؟ نحتاجها بالحسابات. فاجي عندي الشرطين، قلنا الشرط طبعا خلي ببالك انه احنا بس مجرد راح نقيس على الترتيب الرباعي. فعندي القوانين اللي احتاجها، هو الشرط الاول S تربيع زائدا L تربيع اقل او يساوي D تربيع. فعندي S تربيع زائدا L تربيع أقل أو يساوي، عندي 29 تربيع اللي هي 841 هذا أول شرط.
الشرط الثاني انه عندي الاس في الاير هذا حتى ما يطلع بقع جافه، والاس في الاير حتى ما يصير عندي ران اوف لازم يكون اكبر او يساوي الكيو مال ميرش الابلكيشن ريت في 1000 في 1000، فعندي الاس في الاير راح يساوي لي هنا عندي 3 في 1000 مقسومه على 10 هاي اكبر أكبر أو يساوي. إذن S في R أكبر أو يساوي 300. هذا الشرط الثاني. خلي بس أرجع إلى أسئلة. هسا هذول الشرطين اللي عندنا. خلي نجي. إحنا اتفقنا بداية الفصل إنه يكون عندي الفواصل بين العلب الكاتش كانز اللي هي 3 متر، فاعتيادي راح يكون المسافات بين المرشات، مسافات بين المرشات هي مضاعفات الرقم 3، واحنا اقل فاصله نبدي بها تكون هي 6 متر، هي يعني هي ضعف ال 3 متر، يعني تعتبر هي اقل فاصله، يعني 3 متر بين مرشتين تكون عاده ما معقوله يعني. الستة متر هم تكون قليلة بس عادة ممكن يعني ممكن بعض الحالات إذا تريد تحصل على تناسق عالي جدا قل الفواصل بين المرشات. فنجي على ذول الشرطين عندي كيف أبدي أحصل على هالأرقام. أكوش طلاب بالامتحان يعني عندك معادلتين، هسه لو تجي معادلتين بمجهولين إذا تريد تعوض معادلة بالثانية ممكن تحصل على واحدة من الفواصل بشكل صحيح، بس بما أنه المعادلة من الدرجة الثانية فممكن الشرطين تحصل على أكثر، هسه هنا ممكن نحصل على أكثر فواصل بين المرشات تستوفي هذول الشرطين. لذلك أحسن طريقة هي الآتي، خلي أكتبه بسلايد آخر، بس أمس أخزن هذا السلايد وراح السلايد ثاني. لا بسوي لي شاي. إيش في الآن؟ أكبر أو يساوي. فطلاب أحسن طريقة تبلش بها. طبعاً هاي الفواصل اللي أحكي عليها إيه اللي أحكي عليها إيه؟ عندك 6 في 6 عندك 6 في 9 6 في 12 6 في 15 هذا الإس ثابت. شوف الإس ثابتة والإل تتغير. إحنا راح نقف عند عد ما تكون الإل أقل أو تساوي 2.5 من الإس، لأن دائما الفاصلة بين المرشات على امتداد أنبوب الرش تكون أقل من الفواصل بين الأنابيب، حتى يعني من ناحية الاقتصادية يعني مثلا عندك هاي الإس وعندك هاي الإل، فيفضل إنه تختار فاصلة إنه تكون الفاصلة الكبيرة مثلا فاصلة مستطيلة هي 6 في 12 6 في 12 حتى من الناحية الاقتصادية إنه تكون S هي 6 والL هي 12 الL هي 12 حتى تطلع إيش؟ حتى تطلع عدد أنابيب الرش أقل على حساب إيش؟ على حساب عدد المرشات. فهنا عند ال 15 توقفت لأن قيمة الL هنا ما يصير تتجاوز 2.5S. أجي عند الفاصلة الثانية 6 في عفوا راح تكون هاي 9 راح نبلش 9 في 9 9 في 12 9 في 15 9 في 21 ال 24 ما ناخذه اللي بعده راح يكون 12 في 12 12 في 15 12 في 18 12 في 21 12 في 24 اخر واحده 12 في 27 اللي بعده 15 في 15 15 في 18 15 في 21 15 في 24 15 في 27 15 في 30 اللي بعده 18 في 18 18 في 21 18 في 24 18 في 27 وهكذا. أتوقف لي حد 2.5 S.
أنا عندي 21 في 21. 21 عفوا دكتور على المقاطعة، يعني إيه لحد إيه رقم مضروب نقص عنده لحد بس رسم حاجة على الأسئلة لحد ما L تساوي 2.5 S، فعندك هاي القيمة مع S 18 أضربها في 2.5 ذاك الوقت تقف خوش. فأنت راح تشوف هنا الآلية نوعا ما، يعني الآلية نوعا ما تكون طويلة، بس هاي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نشيك بيها. يعني قلت المعادلة هي هاي المعادلة من الدرجة الثانية، بس أكو شنو، أكو أمور تقدر تبسط، يعني ما أجي فاصلة فاصلة أرجع تشيك هنا. هسا شلون أبدي أفلتر هاي البيانات، أفلتر يعني هاي الهوس، شلون أبدي مثلا ألغي نسبة كبيرة من عنده بالاعتماد على ذول الشرطين، وأبدي بعدين بس أشيك القلة القليلة الموجودة تبقى عندي. زين دكتور، هاي الاثنين ونص من جد. Wait for a minute. أجي أول شرط دائما شيك الفواصل القليلة، عد أول شرط الفواصل القليلة، عد أول شرط اللي هي الإس تربيع زائد إل تربيع أقل أو يساوي الدي تربيع. أبدي منين أتشيك؟ أتشيك من الأخير. شوف عندك الستة في لأن نهاية الفواصل المناسبة لازم تستوفي الشرطين. عندك الستة في 15 شقد تطلع؟ تطلع 90 متر، تمام؟ 90 متر هل هي نشيك الفواصل القليلة نشيكها ويا أول شرط ويا ثاني شرط، الفواصل الكبيرة نشيكها ويا أول شرط. فعندي الستة في 6 في 15، الستة في 15 90 متر، مو تمام؟ هي مو أكبر من 30، أكبر من 300. فإذا تسعة، إذا ستة في 15 ما تشيك، أكيد اللي قبله ما تشيك، فهاي كلها إيش؟ كلها شطبة، لأن كلها ما راح تستوفي لواحد من الشروط. عندك 9 في 21 نفس الشيء، اللي هي راح تطلع أقل من إيش؟ أقل من 300. الفواصل الكبيرة أشيكها ويا أول شرط، إذا بالأخير راح تحصل مثلاً إيش بالمحصلة، راح يطلع لك بس كم فاصلة تشيك عليه. وأعتقد بهذا السؤال الفواصل المناسبة اللي طلعت عندنا هي 18 ب 18 15 ب 21، لو تشيك مثلاً 18 في 18 لو تشيك ويا الشرطين. السيدة عندكم حاسبات شيكوها 18 تربيع أنا شيك 324. أوكي، يعني أول شرط، أول شرط هي أقل من 300. أوكي، بالنسبة لثاني شرط 18 في 18 أكيد أطلع أكثر من إيش؟ أكثر من 300. فهاي طريقة اللي نعتمدها. أنا ببالي أخلي الأسئلة بالأخير، بس ما دام سألت خلي نفتح مجال مع الأسئلة قبل لا نتحول على السؤال اللي بعده. بس خلي أفتح ال أعتقد اوكي. هسه لغيت الميوت من عندي. اذا احد عنده استفسار على هذني خليه يسال على هذا السؤال. بس هاي ال المكتوبه فوق المربع 2.5 مال شنو هذه؟ قلنا سلام. شوف هسه هاي الارقام اللي عندك هي اس في هاي الفواصل اللي كتبناها هنا، تمام؟ خوش. فعندك دائما اول قيمه هي اس وثاني قيمه هي ال. ال هم راح اضل امشي بيها، يعني الى ما لا نهايه، لازم حد معين اوقف بيه. يعني ما معقوله مثلا يكون عندك، ما معقوله اذا عندي هذا المخطط مال شبكه انه يكون عندي الفاصله بين مرش ومرش على امتداد انبوب الرش هاي مثلا 6 متر وهاي شقد؟ هاي 30 متر. يعني ماكو مرش بهاي الطريقه تقدر ايش؟ تقدر يعني حتى لو اكو راح تكون مو اقتصاديه انه تسوي ايش؟ تسوي تداخل بين الانماط مال ري برش في فاصله. من المسافات باعتبار المرشات كلها متماثله بالحقل. هاي عندك 6 متر وهاي اللقطه. اوكي، خلي بعد رجاء اللي ما عنده اسئله خليه يلغي المايك مالته، لان الصوت الدور ما دايره دقيقه. اللي احد عنده السؤال الاخ دكتور، بس هاي القيم اللي اخذتها، اول قيمه اس في ال، الجدول الثاني اللي قبلها ايش تربيع في ال تربيع كانت؟ هاي ال ال ايش نهاية الاصغر او يساوي هذا شرط؟ هذا اول شرط. الاول شرط اخذت 6 في 6 الاخ الجدول اللي بعده 9 في 9 هذا اللي 9 في 9 وقاته مكتوب ال
اللي بعدها 9 في 9 هي مضاعفات مال 3 نمشي. فانت دائما تثبت قيمه الاس وتزيد قيمه ال الى ان توقف عند ال يعني 2.5 ناخذه وبعدين نتوقف. يعني شافوه يعني 2.5 من جبته هو من يعني هو صار تحكي يعني شافوه من الخبره العمليه من التجارب على ارض الواقع انه قيم مال يو سي تطلع يعني ما مقبوله انه اذا قيمه ال تعبر حد 2.5 اس. هاي من التجارب جايه وهسه شرحت السبب ليش. يعني شكل يعني شكل الحقل شفت يعني لان عندك المراش ده ينطي نمط دائري مو تمام تمام يكون غير كفو يطلع غير كفو. فالطلاب بالنسبه بالنسبه لهذا اول جزء ما تصميم الاختيار الفواصل هذا كل ما بالامر يعني عندك هذول الشرطين واحنا بس ما انتم ملزمين بالتوزيع الرباعي من يكون اما يعني من نحكي رباعي معناته لو مستطيل او مربع. اذا لو قال لك بالسؤال اختر الفواصل المناسبه بين المرشات بالتوزيع المربع وليس الرباعي معناته هذا القانون شو يعني راح خلي اكتبه بالسلايد جديد. اذا قال لك رباعي معناته الاس شو يساوي الاس يساوي ال تمام فراح يكون عندك اس تربيع اس تربيع بالضبط اس تربيع زائد اس تربيع راح يكون اقل يساوي دي تربيع. فهذا الشرط راح يتحول الى ايش راح يتحول 2 اس تربيع اقل او يساوي دي تربيع. والشرط الاخر راح يكون عندك الاس تربيع اللي هو الاس في الاي راح يكون اقل او يساوي عفوا هنا اكبر او يساوي الشرط الثاني راح يكون الاس راح يكون الاس اس في اس راح يكون اس تربيع اكبر او يساوي ايش هذا الكيو مال مرش على ايش على ابلكيشن ريت في الالف. هنا بالتوزيع المربع فراح تشوف ايش راح يطلع عندك مباشره انت تقدر ايش تقدر تحسب الفواصل هاي بشكل مباشر بالتوزيع المربع. تمام بشكل مباشر. دكتور القيمه انت توقفت لل 15 يعني ال 15 تعبر الرقم يعني احنا مثلا نضرب 6 في 15 او 9 في 15 ل 300 لل 841 شيك الفواصل القليله قلنا نشيكها ويا ثاني شرط. واني ليش بديت من ال 6 في 15 لان شوف الشرط هنا لازم يكون قيمه الاس في الال اكبر او يساوي رقم. فاني ما ابدي بالرقم الصغير بديت بالرقم 6 في 15 اللي هي اكبر يعني يمثل اكبر رقم ضمن هاي الخيارات. فاذا هذا ما تشيك ثاني شرط معناته قبل كله ما تلغي يعني ما تشيك اوكي 90 انت معي ما هي مع 300 اول شرط لا ثاني شرط 300 ثاني شرط ملاحظه يمك الفواصل قليله تشيك مع الشرط الثاني تمام. اكو غير طالب سؤال يعني احتمال يعني ناخذ 3 دقائق لخ اسئله وابدي بفيديو جديد حتى ما يطلع حجم الملف كبير لان تقريبا احنا استغرقنا بحدود ال 25 دقيقه بهذا الجزء. الطلاب عندكم 3 دقائق اللي عنده السؤال يسال لان الموضوع الثاني راح يكون على التناسق وراح الغي صوت نهائيا حتى خلي نشوف منو عنده السؤال. دكتور ولا زحمه عليك هذا الريكوردينج اللي قاعد تسويه راح تنزله على اليوتيوب لو التليجرام راح انزله على اليوتيوب فعلا. دكتور اكو فقره بالزوم انه مباشره ينزل علينا من الموقع يعني ترفعها على الموقع اكو هيك شيء ما زوم شلون هاي الامور التقنيه خليها بعدين ارتبها بحيث الفيديو توصلك بطريقه ممكن اللي عنده النت ضعيف يقدر يعني يتابعه جيد دكتور. اوكي فاذا اكو اذا لبنى تقول الصوت ما واضح اكو حد بالبقيه حد عنده اي مشكله بالصوت؟ لا صوت زين يمنا يعني يحيى لبنى يمي انا واضح 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 زين عن الصوت يمي اوكي وانا بكل الاحوال اصوره يعني يعني فيديو اتش دي فتطلع كلش واضحه يعني نفس الوضوح اللي اوضح من عندكم المفروض تطلع بس شويه ما اتحكم بالخط يعني القلم عندي التاتش يعني على الشاشه شويه مو يعني مو سموث مره بس ويا الوقت احتمال
شوي واحد تعود. يسأل بس الخط شوي مو واضح. الخط أوكي أحاول قلت لك ويا الوقت شوية هسا رتبة بحيد شوية أسوي بول. لعد طلاب. تمام. راح ألغي راح أسد هاي الميتينج وأبدي بالجزء الثاني بعد ثلاث دقائق. ماشي دكتور. يلا أشوفكم قريب إن شاء الله. هلا دكتور. ممتاز. الكتابة الخط تقدر تزومه.